بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين أقوم تعلماتي، الصفحة 51 من كتاب الواضح في النشاط العلمي المستوى الثالث ابتدائي. التمرين الأول، ألاحظ الصورة وأحدد المشكلة الذي يعاني منه هذا الطفل. إذن هذا الطفل يعاني من مشكل السمنة. أطرح سؤالا يتعلق بما ألاحظه، ما سبب السمنة عند هذا الطفل؟ أستثمر معلوماتي لأقترح حلا للمشكل الذي يعاني منه هذا الطفل. عليه أن يتناول بكثرة السوائل والنشويات والخضر والفواكه، وأن يقلل من تناول السكريات والدهنيات. التمرين الثاني، j'écris les chiffres de 1 à 7 pour classer ces aliments selon les 7 groupes d'aliments. إذن أكتب الأعداد من 1 إلى 7 لترتيب هذه الأغذية، يعني اتباعا للمجموعات الغذائية. Le thé numéro 1 les pâtes numéro 2, les cerises numéro 3, le lait 4, le poulet 5, l'huile 6, le miel 7. التمرين الثالث، أكتب صحيح أو خطأ في الخانة المناسبة. أتناول اللحوم خلال كل وجبة غذائية. خطأ. أتناول الأغذية الدهنية بكمية قليلة. صحيح. أتناول الخضر والفواكه خلال كل وجبة غذائية. نعم صحيح. أتناول النشويات خلال وجبة الفطور فقط. خطأ. تمرين، في ليلة باردة جدا تناول أفراد أسرة اللبن الرائب وعصيدة تم طهيها على نار موقد الفحم في غرفة مغلقة، وناموا جميعا داخل هذه الغرفة. استيقظ الأب في منتصف الليل من شدة صداع الرأس والدوار، ففتح النافذة لتهوية الغرفة. كيف أفسر سبب الصداع والدوار عند الأب؟ إذن سبب الصداع والدوار عند الأب هو موقد الفحم الذي كان مشتعلا في الغرفة المغلقة. إذن سبب الصداع يعني والدوار عند الأب هو يعني اشتعال
موقد الفحم في الغرفة المغلقة. أشطب الافتراضات التي لا تناسب سبب صداع الرأس والدوار. العصيدة: احتراق الفحم هذا هو سبب صداع الرأس والدوار. العصيدة واللبن: اللبن. هنا أعلل، لأن احتراق الفحم يحتاج إلى ثنائي الأكسجين وكانت الغرفة مغلقة فنفذ ثنائي الأكسجين. يعني أن سبب الصداع والدوار عند الأب هو احتراق الفحم، لأن احتراق الفحم يحتاج إلى ثنائي الأكسجين، وكانت الغرفة مغلقة فنفذ ثنائي الأكسجين. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.